to a gang. Do you want him to resign? Yes, I think now after bloodshed and murder in the country that have taken the lives of so many hundreds, I think the only solution would be for him to resign. في واشنطن وبعد مشاورات عاجلة مع لندن حسم الرئيس ايزنهاور قرار التدخل العسكري المشروط في لبنان وتولى السفير ماكلينتوك ابلاغ الرئيس شمعون القرار الذي بقي سريا لكن ماكلينتوك ابلغ شمعون ان التدخل لن يتم الا في حال وصول السكين الى عنق الحكم اللبناني وذلك تلافيا لاثارة السوفييت وكي لا يبدو أن الأمريكيين والبريطانيين يدعمون أقلية مسيحية ضد عالم عربي كبير في 16 أيار 1958 وفيما تحركت قطع الأسطول الأمريكي من نابولي في إيطاليا متوجهة إلى السواحل اللبنانية وضع الأدميرال هولوي قائد القوات الأمريكية المسؤولة عن الشرق الأوسط خطة التدخل العسكري الأمريكي البريطاني في لبنان تحت اسم الخفاش الأزرق والهدف إعادة سلطة الحكومة اللبنانية إذا أطيحت وحماية المواطنين الأمريكيين والبريطانيين وممتلكاتهم في لبنان بريطانيا أيضا وضعت قواعدها العسكرية في قبرص على أهبة الاستعداد للوصول إلى بيروت خلال 24 ساعة بالتزامن مع تحريك الأساطيل طلب وزير الخارجية الأمريكية فوستر دالاس في 16 أيار من السفير في القاهرة إبلاغ الرئيس عبد الناصر رسالة قاسية تقول إن مواصلة تقديم المساعدة من داخل أراضي الجمهورية العربية المتحدة إلى المتمردين على الحكومة الشرعية في لبنان ستكون عواقبه خطيرة وإن الولايات المتحدة ملتزمة مساعدة الحكومة اللبنانية الصديقة ويجب ألا يكون هناك شك في أن واشنطن تعتزم الوفاء بالتزاماتها تلقى عبد الناصر الإنذار بهدوء وبعد أيام أرسل جوابا إلى السفارة الأمريكية مع الصحفي محمد حسنين هيكل يؤكد فيه أنه لا يريد ضم لبنان إلى الجمهورية العربية المتحدة لكنه يريد أن تكون الحكومة اللبنانية غير معادية له وقدم اقتراحا للتسوية عبد الناصر أول تدخل له اتصل بالأمريكان هل تعلمي هذا؟ اتصل بالأمريكان وقال لهم نحن نريد السيطرة أن الموقف في نحتوي الموقف في لبنان وقال لهم الآتي على أساس أن كامل شمعون يبطل حكاية أنه يعادل الدستور إذا مشي في مدته وده كانت يوم 23 سبتمبر كان يخلص المدة بتاعته واخد بالك يجي مكانه واحد زي فؤاد شهاب كان محبوب جدا وكان رجل وسط وكان رجل عسكري محبوب من كافة الطوائف ومعتدل وعاقل إلى آخره ثلاثة قال للأمريكان يصدر عفو عن الثوار اللي كانوا موجودين مشتعلة في طرابلس وبيروت وأيزنهاور باص هذه الرسالة لكامل شمعون كامل شمعون رفض توسعت الاشتباكات عندما أصبحت مداخل الحلول السياسية ضيقة وفي 14 حزيران وبعد 7 ساعات من القتال حول قصر القنطاري توافق الرئيسان كميل شمعون وسامي الصلح على أن ساعة طلب الأسطول السادس قد دقت وليلة 16 حزيران سلم شمعون السفير الأمريكي التفويض الذي حصل عليه من مجلس الوزراء لطلب المساعدة العسكرية الأمريكية في الوقت المناسب. Well, you've been quoted, Mr. President, as saying that you are considering asking for intervention by America and England, a direct military intervention. Has any decision been made on that question yet? Well, I have only been considering to fight through our own means
and to win this battle through our own means. Yet, if help and assistance are continuing from the United Arab Republic, we might reconsider this position and make use of Article 51 of the Charter on self-defense, individual or collective. Does the Eisenhower Doctrine apply to this situation? Perhaps not the Eisenhower Doctrine as it is understood, but there is one provision in the Eisenhower Doctrine which says that the United States might intervene in places where she has got a vital interest. Mm-hmm. Do you believe the American interest here is vital, Mr. President? I believe that this battle is not the battle of Lebanon alone. It is the battle of stability and peace in the Middle East. And as such, it must interest all the free world. Well, if American troops did come here, would they simply guard the frontier, or would they be fighting in Beirut and Tripoli and other places where the rebels are active? I told you that I hope to carry the battle by ourselves and not to make an appeal either to the United States or to Britain or to any Western power. But still, if they have to come, well, it will be a matter of strategy. تزامن طلب المساعدة العسكرية مع اجتماع مجلس الأمن للنظر في الشكوى اللبنانية ضد تدخل الجمهورية العربية المتحدة في شؤونه. لذلك تذرع الأمريكيون بالتريث في الجواب في انتظار انتهاء مناقشات مجلس الأمن كي لا يتهموا بالعرقلة، وألمحوا إلى طلب غطاء مجلس الأمن للتدخل. لكن الوزير شارل مالك واجه أمام الأمريكيين عقدة أخرى. شارل مالك كان يطلب منهم التدخل العسكري هون، كانوا يجاوبوا كيف بتريد نحن نقنع الشعب الأمريكي أنه عم نبعث عسكر عشان يتدخلوا بلبنان، لمن لبنان عنده جيش وقائده عدو بالحكومة واقف على الحياة. أصبح اللواء فؤاد شهاب عقدة لكنها ضرورية، فشمعون لا يستطيع الصمود من دون الجيش، ويعاني في الوقت نفسه من حياد قائده الذي لا يستطيع أن يقيله خوفا من الفوضى قبل مجيء المارينز إذا جاءوا. في 11 حزيران وافق مجلس الأمن بأكثرية 10 أصوات وامتناع الاتحاد السوفيتي على إرسال مراقبين دوليين بصورة عاجلة إلى لبنان لضمان ألا تكون هناك عمليات تسلل لأشخاص أو أسلحة عبر الحدود اللبنانية السورية. وبعد أيام وصل الفريق الدولي برئاسة الجنرال النرويجي أودبول، وضم 49 ضابطا من 11 دولة، واتخذ لنفسه 7 مراكز في طرابلس وصيدا وشتورة وبشري وزحل وصغبين ومرجعيون. ولكن منذ اللحظة الأولى أيقن كميل شمعون أن مهمة المراقبين شكلية. Well, now, Mr. President, the United Nations is sending about 100 unarmed observers here to try to stop these weapons coming from Syria, as you mentioned. Do you think they are enough, or is a United Nations army necessary? Certainly, a couple of hundreds, or 300 or 500, wouldn't be enough, because we have got something like 350 kilometers as borders along the Syrian line, and it's not all, it's far from being all plain, it's all mountains and valleys, and I doubt whether such a small force would be able to control the smuggling of arms and the passage of volunteers. Certainly, a United Nations police force would be better if it were to come in number. أنا كنت بتصرف المراقبين ووصلهم وين ما بريدوا، خريطة بإيدهم يقولوا لي خدنا هون منروح هون، خدنا هون منروح هون. كان في ضابط فرنساوي معهم،